صفائح تكتونية هي اللي قاعدة تتحرك وهي اللي تحدث في الزلازل. الزلزال شنو هو بالضبط؟ هي في المناطق اللي فيها تكسير يرتفع الضغط بسبب التحرك تاع الصفائح ويتخزن في المناطق هذيك حتى لين ينفجر. الانفجار هو الزلزال. اش معناتها ينفجر؟ معناتها الضغط يبدا قوي حتى لين الصفائح يتحركوا ما بينات بعضهم في المنطقة هذيك في التكسير هذاك، والتنقل هو اللي يحدث الزلزال.